إننا نستخدم الأرقام كل يوم في قياس الأطوال والأوزان وحساب عدد النقاط. تخبرنا الأرقام بتكلفة أشياء ما أو تساعدنا في المقارنة بينها. مثلاً، هل تعلم أن الأفيال البالغة قد يصل وزنها إلى 15,000 رطل؟ وهذا ما يعادل نفس وزن 5 سيارات من الحجم المتوسط. الأمر صحيح، فالفيل الواحد يمكن أن يكون له نفس وزن 5 سيارات، والفيل المولود حديثاً يبدو صغيراً بجوار أمه، لكن وزنه يصل ل 200 رطل، وهو وزن ثقيل إذا ما قورن بوزن الطفل المولود حديثاً وهو يصل إلى 8 أرطال. 200 رطل أكبر من 8 أرطال. يمكنك أن ترى الفرق بين هذه الأوزان من خلال النظر للمربعات. إذا ما عبرنا عن وزن الفيل بمربع بهذا الحجم، فسنعبر عن وزن الطفل بمربع بهذا الحجم. والآن لنقارن بين أوزان هذين الطفلين. يزن هذا الطفل 85 رطلاً ويزن أخوه 55 رطلاً. لعلك تلاحظ الفرق بين 85 و55 من خلال النظر لأحجام المربعين اللذين يمثلان وزنيهما. لنطلع على بعض الأمثلة. بغابات السافانا الإفريقية تعيش الأفيال في مجموعات تعرف بقطيع. نستطيع أن نرى 4 أفيال بهذا القطيع، بينما نرى 3 بهذا القطيع. يضم قطيع الأفيال الثلاثة عدد أفيال أقل من الذي يضم 4، 3 أصغر من 4. يمكنك أيضاً أن تقول أن 4 أكبر من 3، ونكتبها بهذا الشكل: 4 أكبر من 3، 3 أصغر من 4. ماذا عن هذين القطيعين؟ كم عدد الأفيال التي تراها بهذا القطيع؟ 7. وماذا عن هذا؟ 4. في أي قطيع ترى عدداً أكبر؟ إنه الذي يضم 7 أفيال. 7 أكبر من 4. هذا القطيع كبير بدرجة تمنعه من البحث عن الطعام معاً، ولذلك انقسم لمجموعتين. والآن هناك مجموعة تضم 8 أفيال، بينما الأخرى تضم 10. والرقم 8 يحتوي على عدد واحد، بينما الرقم 10 يحتوي على عددين. يساعدنا ذلك في معرفة أي رقمين أكبر وأيهما أصغر. إن رقماً مثل 8 ليس به خانة للعشرات، وهذا يعني أنه أصغر من 10، بينما الرقم 10 به العدد 1 في خانة العشرات و0 في خانة الآحاد. أي رقم به عدد في خانة العشرات لابد وأن يكون 10 أو أكبر، ومن ثم تصبح 8 أصغر من 10، وهو نفسه كأن نقول 10 أكبر من 8. لنعد الأفيال في هاتين المجموعتين. هناك مجموعة بها عدد نكتبه برقمين، أي به رقم في خانة العشرات، بينما هناك مجموعة بها عدد نكتبه برقم واحد فقط، أي لا يوجد رقم بخانة العشرات. يمكنك أن تعرف أي المجموعتين بها عدد أكبر. يمكنك كذلك أن تعرف من الأرقام بالجدول أن العدد الأكبر به رقم بخانة العشرات. تعد المقارنة من الطرق التي نستطيع استخدام الأرقام بها. على سبيل المثال، نستطيع مقارنة أعمار هذين الفيلين. يبلغ عمر الفيل أم هذه 32 عاماً، بينما يبلغ عمر صغيرها 12 عاماً. 32 أكبر من 12. يمكننا أن نرى أن الأرقام المكتوبة من خلال مقارنة الأرقام الموجودة بخانة العشرات. أرأيت؟ 3 أكبر من 1، 3 عشرات أكبر من 10 واحدة، ومن ثم تصبح 32 أكبر من 12. لنقارن بين أعداد الأفيال في هذين القطيعين، 13 و17.
يضم كل قطيع أكثر من 10 أفيال، وبذلك نستخدم أرقاماً مكونة من عددين. في بعض الأحيان نستطيع معرفة أي رقمين أكبر من خلال النظر لخانة العشرات، ولكن هنا تحتوي الأعداد على الرقم نفسه في خانة العشرات. ننظر لخانة الأحد. عندما يكون الرقم بخانة العشرات مكون من رقمين، يكون القطيع الذي يحتوي على العدد الأكبر بخانة الأحد هو الذي يضم عدداً أكبر من الأفيال. بالتالي يضم القطيع المحتوي على 17 فيلاً عدداً أكبر من الذي يضم 13. تستطيع أن تعرف إن كان العدد الأكبر أو أصغر من الآخر من خلال النظر للأرقام.